يعني رسالتنا هي هذه الوقفة أمام الصليب الأحمر كهيئة دولية. جئنا هنا لنوصل رسالتنا بهذا الاعتصام وبإيصال رسالة مكتوبة للصليب الأحمر بأن يتحرك بشكل سريع للأسرى المضربين عن الطعام والتي وضعهم كخضر عدنان ووليد دكة. هؤلاء الأسرى الذين دخلوا في مرحلة خطيرة جدا على شعبنا الفلسطيني أن يصرخ بصوته العالي من أجل هؤلاء الأسرى، وعلى الهيئات الدولية أن تتحرك لإنقاذ هؤلاء الأسرى. يعني كفاها السكوت كصليب أحمر وكهيئات دولية، وخاصة هؤلاء الأسرى منهم المرضى الذين يعانوا معاناة قوية نتيجة الأمراض داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. Yeah.